في اليوم 12 للأزمة بدا وكأن دور الجيش المصري على الأرض يتطور بشكل ملحوظ في اتجاه تنظيم الاعتصامات في ميدان التحرير وأطرافه. تعزيزات عسكرية تدفقت إلى المكان حيث يسيطر الجيش على مداخل الميدان. بدا المشهد شائكا حيث وجد الجيش نفسه وجها لوجه مع المتظاهرين. مجموعة من المعتصمين حاولت التصدي لتحركات الجيش الجديدة. حاول هؤلاء منع الجيش من إزالة حواجز موضوعة أمام المتحف المصري على الطريق المؤدية إلى ميدان عبد المنعم رياض، مما أدى إلى مشادات ومشاحنات قصيرة. في الجانب الآخر من ميدان التحرير بدأ الجيش العمل على تقليص مساحة الاعتصام وحصرها في أماكن محددة بهدف تنظيم المكان كما قال. بينما بدأ المتظاهرون في الاستعداد لاعتصام طويل من خلال نصب الخيام وافتراش الأرض وتأمين احتياجاتهم الغذائية والدوائية من أجل وجود دائما على الأرض وتبادل الأدوار والنشاطات بما فيها تنظيف المكان الذي قالوا أنهم لن يتركوه حتى رحيل الرئيس مبارك. وأنا من امبارح بيتة هنا بيتة صحية، ما نمتش ولا اتنقلت من مكاني هنا عشان حق أولادي وحق الناس دي كلها مش عايزينه. لا مش خايفة وما خافش، أنا أريد الشهادة يا رب، ألاقي الشهادة هنا، أموت بكرامة أحسن ما أموت من غير كرامة. وعلى الرغم مما تتناقله وسائل الإعلام عن سيناريوهات تنحي الرئيس لنائبه أو بقائه في الظل، ظهر الرئيس مبارك في اجتماع مصغر للحكومة في إشارة جديدة منه على تصميمه على إنهاء فترة حكمه ورفضه لسيناريوهات التنحي المبكر رغم الضغوط الداخلية والخارجية. يبيعوا الأرض، يبيعوا الدور. وفيما يبدو أنها تحولت إلى لعبة عض أصابع مقابل الوقت، فإن المتظاهرين أيضا يشددون على أنهم لن يبارحوا أماكنهم حتى رحيل مبارك، وتداعوا إلى مظاهرات حاشدة جديدة أيام الأحد والثلاثاء والجمعة، وسلاحهم في معركتهم التي قد تطول الصبر. يوسف الشريف، العربية.